السلام عليكم، معكم أسماء إبراهيم. النهاردة هنعمل وصفة الكفتة المشوية في الفرن، وهتكون مدخنة وزي بتاعة المحلات بالظبط. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. كان في فينو باقي عندي نشفته وعملته بقسماط للكفتة، وخدت منهم معلقتين وهفرم 3 بصلات في الكبة وعصرتهم كويس، وخدت المية على جنب وده التفل. حطيت فيه 7 بهارات وفلفل اسود وملح، وهخلط البصل بالتوابل بتاعتي كويس جدا، وهنزله على اللحمة، وهنزل البقسماط الباودر وبقدونس، وطبعا لو عندك فينو صابح وعاملاه في اللبن برضو نزليه، مش مهم، كله بينفع. وهصبع بمية البصل، اي حاجة عندك تقدري تصبعي بيها، تصبعي على عمسان، على سيخ، على معلقة، على اي حاجة تصبعي. الصباع مليان شوية عشان للأسف اللحمة معروف عنها انها بتكش. وده شكلها بعد ما صبعتها. النص كيلو بيعمل كمية محترمة معايا، وهدخلها الفرن حوالي 15 دقيقة من تحت، وبعد كده تشغلي لها الشواية. اللحمة المفرومة معروف انها بتستوي بسرعة، وبعد كده تشغلي لها الشواية. جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا.